بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. الحمد لله، اليوم تم افتتاح بين ما صدق جاري أن المرحوم مصطفى صالح زعابي وأن روحي المرحومة بكرية عبد الله حمودي زعبي وأن روحي المرحومة صبحية مصطفى صالح زعبي سقانا الله إياه من أنهار الجنة نعل بير الارتوازي بإشراب تراحم سنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم ورحمهم وأكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووص مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اعذهم من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم يبارك في أولادهم وذريتهم ومالهم. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.